من المستشرقين الكبار جدا جدا والذين نرفع لهم القبعة الألمانية. أنجليكا، اكتب الاسم هذا، عاشر اليوم، مخيفة. هذه هي مؤسسة مع مشاركين آخرين بس هي الرئيسية للمشروع الألماني العظيم، أحسن من مشروع هولندا لايدن اللي هو الموسوعة القرآنية تبع أركون اللي قدم المقدمة وكان متأثرا بالتنقيين للأسف الشديد. يعني في آخر مقدمة أركون للموسوعة القرآنية بتاعت إبريل بهولندا، في آخر المقدمة يعني دس هكذا محمد أركون الراحل أن القرآن تقريبا فعلا مؤلف وخلص في نهاية القرن الثامن الميلادي. نفس شبهات أو تخريفات وتهريفات التنقيحيين. فأنجليكا النيو أو نويفيرث، الألمانية نوي طبعا، نويفيرث مؤرخة ألمانية، عفوا مستشرقة ألمانية عظيمة ومحترمة، وكتبت أيضا مراجعات وتعقيبات على أعمال التنقيحيين وجلدتهم جلدا علميا قويا. التنقيحين ينطلقون من مبدأ واحد، كل المصادر العربية والإسلامية في التاريخ الإسلامي بالذات تاريخ صدر الإسلام نشأة الإسلام غير معتمدة وغير قابلة للاعتماد الأكاديمي والعلمي. ليش؟ على أي أساس؟ هو هيك، هو هيك هو، مع أنها سبحان الله هذه المصادر طبعا ما في مصادر إلا يقع بينها اختلافات وبعض التعارضات، طبيعي جدا جدا جدا، لكن هذه المصادر تجمع إجماعا من غير استثناء على مئات المسائل، من بينها الصدقية التاريخية لمحمد والصدقية التاريخية للقرآن، نزول القرآن وجمع القرآن أيام محمد واكتماله على قلب محمد في حياة محمد، والصدقية التاريخية لمكة، مكة الحجاز والكعبة والحج، كلها تجمع على اختلاف الفرق والأعراق والأجناس والمدونين والمؤرخين إطلاقا. قال لك لا غير معتمدة، ولذلك تقول البروفيسورة أنجليكا نويفيرث أو نيوفيرث تقول حين يفقد التاريخ موضوعيته ما الذي يحصل؟ نفقد محمداً والكعبة والحج والقرآن وكل شيء، ونبدأ نهوم في مختلقات، في مختلقات. قالت هذا شيء غير معقول وغير مقبول تماماً، مثل ما قال البروفيسور روبرت سيرجنت، قال هذا الشيء في أول في استهلال مراجعته التي ذكرت عنوانها في الاستهلال، قال هذا يعني هؤلاء صدروا لنا أو أنتجوا لنا، قال يعني خلاصات وآراء غير عقلية، ريشنال، غير عقلية وغير منطقية وبالتالي غير مقبولة. هذا كلام فارغ. وفي الأخير قال أنا أقيم عمل السيدة أكرون بعمل طالب لم يتخرج بعد. إيش بروفيسور متخصص أستاذ كبير تكتب بهذه الطريقة الانتقائية